البداية أنا حابب أشكر حضرتك دكتور فريد على تشريفك لينا، وده شرف كبير لينا أن حضرتك تحضر معنا الكونفرنس، فيعني ده قمة الشرف لينا. كنت حابب بس أخد من حضرتك يعني فيدباك صغير عن المؤتمر، يعني في البداية عايز أعرف إيه رأيك في المؤتمر؟ مؤتمر جميل جدا، وأنا كنت أول مرة أشوف طلبة ممتازين علما وبرزنتيشن وشاطرين جدا جدا جدا، إزاي قدروا يجمعوا المادة العلمية ديت وإزاي قدروا يوظفوا الأبحاث دهيت في إنهم يعملوا برزنتيشن رائع زي اللي أنا شفته دلوقتي. بصراحة أنا فخور بيكم وفخور إنكم مصريين، وطبعا فخور. حضرتك شايف الإيجابيات اللي في المؤتمر إيه؟ الإيجابيات إن أثبت حاجة مهمة جدا أنا كنت دايما بقولها، إن الطالب المصري ذكي جدا وشاطر جدا، ويقدر لو اديته فرصة ووجهته توجيه صح زي التوجيه اللي وجهه لكم زميلي وحبيبي وأخويا دكتور خالد مصالحي، لو توجه صح الطالب ده ممكن يطلع منه حاجات احنا مش ممكن نتخيلها. وبالعكس الطالب لو احنا فضلنا نديله في الحفظ والتلقين والكلام القديم جاست ان احنا بنحشر دماغه بمعلومات ملهاش او ليها لازمة بس كم كبير غير تطبيقي وغير مفعل، فده طبعا هيؤدي الى ان الطالب يطلع طالب مش شاطر. طب حضرتك شايف ايه السلبيات عشان نقدر نتفاداها ان شاء الله في السنين الجاية؟ انا ما شفتش اي سلبيات بصراحة، انا شايف كلهم ممتازين شاطرين، انجلش لانجوز تحفة وبادي لانجوز تحفة وبرزنتيشن جميلة جدا جدا، وشايف ان هم اثاروا موضوعات جميلة. حتى انا كنت بفكر ان انا اعمل بعض المواضيع ديت وانا بدرس مادة الهيربال ميديسين في جامعة القاهرة وفي جامعة في الفيوتشر، انا بدرس نفس المادة ديت. انا كنت بفكر ان انا اجمع الاعلانات زي ما هم كانوا عاملينها كده كمان، يعني هم بصراحة ممتازين جدا وشاطرين جدا. طب حضرتك شايف طريقة البرزنتيشن وان هم يجيبوا الداتا بتاعتهم من عن طريق كوتشينيز دي طريقة يعني ساينتفك كويسة، ولا في طرق احسن كان المفروض يستخدموها؟ طريقة ساينتفك كويسة جدا، بس وضع الأسئلة المفروض يبقى تحت إشراف حد بيلم أو هو اللي بيبقى متخصصين، يعني هو الوضع أسئلة الكويتشينير. الأسئلة دي اسم بتاعت الكويتشينير دي كويتشينير كانت بتاعت وزارة الصحة معمولة 2012. خلاص يبقى ده تحت تحسين، يعني مش هم اللي عاملينه بنفسه، خلاص كده حاجة مضمونة وكويسة. مرة تانية بنشكر حضرتك وشكرا جدا لوقت حضرتك معانا، وشرف لي ان حضرتك كنت معانا. ربنا يخليك ما نحرمش منك، وتحياتي لدكتور احمد عماد، دكتور يونس حجاج، واخويا وحبيبي وزميلي ودفعتي دكتور خالد مصالح، سلموا لي عليه كتير.